نبلش الآن نحكي عن الدورة البعديها أو المادة البعديها، مادة نسيج التوليد. أخذناها إحنا أول امبارح، أخذنا مادة الباطني، امبارح أخذنا مادة الجراحة، الآن نحكي عن مادة نسيج التوليد. أوبستريك جاينيكولوجي، دورة شهر 12 2021. قبل ما أبلش، حدا عنده أي تعليقات أو أي استفسار؟ قبل ما أبلش، حدا من الموجودين بإمكانه إنه تكتب على الشات بوكس أو بإمكانكم إنه تعملوا أنميوت. وهذا قبل ما أبلش، في أي مشاكل تقنية بالصوت أو بالصورة؟ أي مشاكل تقنية بالصوت أو بالصورة؟ الأمور تمام، ماشي، شكرا جزيلا. نيجي للسؤال الأول. أسس نسيج التوليد في 15 year old برايمي جرافيدا، يعني هاي أول حمل لها، برايمي جرافيدا. Present to you at 14 weeks of gestation. عمر الحمل 14 week. She is concerned، يعني عندها concern أو إنها خائفة من إنه presence of structural abnormality. At what time، هون السؤال، at what time، ما هو الوقت you will advise، بدك تنصحها عشان تعمل، تنصحها عشان تعمل her detailed fetal anatomy scan. بس في عندنا احنا السكريننج، الانتينيتال سكريننج، في عندنا تو ليفلز اوف سكريننج، في عندنا ليفل 1 وليفل 2 الترا ساوند سكريننج. بس هذا الديتيلد فيتال انامال سكان، هذا الليفل 1 ولا الليفل 2؟ الفيتو ديتيلز، يعني بامكاننا عن طريقه نشخص الاستراكشرال انامالي، سواء الاورجانيك او سواء الاناتوميكال، مثلا بالاطراف او بالابدومينال وول او بالعضلات بالديفراغم، بهي الاشياء. هذا بامكانه يحكي لي الديتيلد، هذا ليفل 1 ولا ليفل 2 الترا ساوند؟ هذا بامكانه يجاوبني، هذا هو ليفل 1 وليفل 2. ديتيلد فيتال انامال سكان، هذا يعتبر شماله، يعتبر ليفل 2 الترا ساوند سكان. ممتاز، هذا هو الليفل 2. ليفل 2 الترا ساوند سكان، ما هو ال ريكومنديشن، ما هو الاوبتيمال تايم لعمله؟ زي ما انتم شايفين هنا في الابستاتريك سونوغرافي، ليفل 2 احنا بنعمله متى؟ نعمله غالبا اوبتيمال تايم له من 18 لقديش؟ الى 20 ويك جستيشن، من 18 ل 20 ويك ايش؟ جستيشن. بس لو سالني عن الليفل 1 الترا ساوند، لو سالني عن الليفل 1 الترا ساوند، بس خلينا نجاوب اول شيء، نجاوب السؤال. ليفل 2 الترا ساوند ما هو؟ متى بنعمل؟ 22 24 هو حط لنا، حط لنا 14 16، حط لك 18 22 10 14 24 28. شو الجواب الاسلم ان نجاوبه؟ 18 الى قديش؟ الى 22. هذا هو الجواب، واضح النقطه ولا لا؟ 18 الى 22 هو 18 ل 20 بنعمل، كان 18 ل 22 هذا الشيء الاصح. بس لو حكى لي، انتبهوا، في الدورة هاي جابوا أسئلة على التايمينج كثير، جابوا جوز ثلاث أسئلة وأربع أسئلة عن التايمينج، عن الويكس وعن متى بتنعمل، سواء الدياجنوستيك انترفنشن أو سكرينينج انترفنشن. هسا ننتبه الليفل 1، لو ليفل 1 حدا كان يحكي لي متى بنعمل، إذا كنا بدنا نحكي عن اللي هو إذا بدنا نعمل تو سكرينينج اكزام، الفيرست اللي هو الليفل 1، متى بنعمل الليفل 1 زي ما أنتم شايفين؟ بيحكوا لك الليفل 1 بنعمل طلعوا ايذر ات 7 الى 10 ويك فور ريلايبل اسسمنت اوف بريجننسي ديتنج. ولكن اذا بدنا نعمل احنا سكريننج للباثولوجي، زي سكريننج للداون سندروم، غالبا احنا لازم نعمله متى؟ من 11 الى قديش؟ الى 14 ويك. شو بنطلع احنا في الليفل 1 الالتصام عشان الداون سندروم؟ بنطلع على شيء اسمه نكل ترانسلوسنسي اكزامينيشن، انتي ديستانس، او نكل ترانسلوسنسي ديستانس، او نكل ترانسلوسنسي لينكث. واضح، 11 الى 14 ويك. يعني لو كان السؤال هذا عن الليفل 1 الترا ساوند، لو كان السؤال عن ليفل 1 الترا ساوند، شو الجواب الاسلم ان نجاوبه؟ لو كان حكى لي بدي انا ليفل 1، حددت لي بالتحديد بدي ليفل 1 الترا ساوند، شو بكون الجواب؟ الجواب بصير شماله، بصير دي. الجواب بصير ايش؟ بصير دي. واضح النقطة ولا لا؟ فهاي ننتبه لهي النقطة، انه لازم نعرف اللي هو الالترا ساوند سكرينينج، متى بنعمل ليفل 1، متى بنعمل ليفل 2، شو اهميه الليفل 1، شو اهميه الليفل 2. بس الليفل 1 ما بنقدر نعمل عن طريقه، او روتين اللي بنعمل عن طريقه النكل ترانسلوسنسي للداون سندروم. اما على العكس من الليفل 2، الليفل 2 لها ديتيلد الترا ساوند سكان،
بإمكاننا عن طريقه نعمل detailed examination للأورجان، للإنترنال أورجان، ولا الستركشرال أنامالي، سواء في الأطراف العلوية، الأطراف السفلية، أو في الأبدومينال وول، أو حتى في السباين. واضح النقطة ولا لا؟ حد عنده مشكلة هون؟ حط لك أنا بالستريك سونوغرافي تايمينج أند فريكونسي للألترا ساوند أكوردنج للأمريكان كوليج أوف أوبستريك أند جاينيكولوجي. هنا كتب لك سنجل سكرينينج اكزامينيشن، الاوبتيمال تايم اللي نعمله على 18 20 ل 20 ويك، وهنا بنعمل فيه تو ليفل 2 الترا ساوند. الليفل اذا بدنا نعمل تو سكرينينج اكزام، الليفل 1 بنعمل عاده 11 ل 14 ويك، بنعمل فيه ترانكال ترانسلوسنسي، وعن طريقه بنقيس البرنسي، بنعمل البرنسي ديتنج، وبنعمل ايرلي اناتوميكال سيرفي. والليفل 2 بنعمله زي قبل، نعمله 18 ل 20 ويك. كان بالخيارات 9 ل 11، ما اتوقع هي الخيارات اللي كانت موجوده. دكتور عامر، ما بعرف دكتور عامر كانه بحكي لي كان في الخيارات 9 ل 11، ما كان في الخيارات 9 ل 11، هذول الخيارات كانوا موجودين، الخيارات هذول متاكد منهم انا، هيك الخيارات كانت موجوده. واضح؟ بجوز في سؤال اخر بس انه هذا هو الخيارات الموجوده. الجواب هنا 18 الى 22 ويك. واضح النقطه؟ وانا انا حاطط لكم سكند سكرينينج اكزامينيشن بيرفورمد ان سكند ترايمستر 18 20 ويك، واحنا حكيناها بنعمل اناتوميكال سيرفي، بنعمل جروث اسسمنت اند برنسي ديتنج بنفس هذا الوقت كمان. طيب يجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يحكي لك مين يوتران سبورت از، مين يوتران سبورت. هون سالني عن الاناتومي، سؤال اناتومي، هل يمكن يجيب لك سؤال اسئله ثانيه؟ بيجيب لك يوتران سبورت، سبورت لليوترس، الرحم، الرحم له سبورت، له ليجامنت بيعملوا سبورت للرحم. في عندنا ليجامنت، في ليجامنت عريضه، هاي الليجامنت العريضه موجوده من اللاترال وول لليوترس بتروح للايش، للابدومينال، للبريتونيوم. هاي شو بسموها هاي الليجامنت؟ هاي بسموها برود ليجامنت، هاي بسموها برود ليجامنت. هو سالني، مش سالني هو بده شو هي الليجامنت اللي بتعمل مين سبورت، او بتعمل يعني اقوى ليجامنت تدعم الرحم، مين هي؟ في عندي انا طبعا في عندي برود ليجامنت، في عندي انا ليجامنت تيجي من اليوترس من ورا وبترجع لورا اسمها يوتروساكرال ليجامنت، في عندي ليجامنت تيجي من السيرفكس لليوترس بتروح على الجوانب هاي اسمها لاترال سيرفايكال ليجامنت، دي ترانسفيرس سيرفايكال ليجامنت او لاترال سيرفايكال ليجامنت، في عندي ليجامنت تيجي من الفندس تبع اليوترس بتروح عن طريق الانجوانا كانال وبتنزل بترتبط مع الليبيا ماجورا زي هيك، شو اسمها هاي الليجامنت اللي بتيجي زي هيك؟ لاحظوا انها دائريه، لذلك شو بسموها هاي الليجامنت؟ بسموها راوند ليجامنت. واضح؟ دكتور صاحب بيحكي انه لها ثلاث اسماء، قصدك الترانسفيرس سيرفايكال ليجامنت لها اكثر من اسم؟ يس. الجواب هون شو الجواب؟ مين هو الليجامنت هذا؟ في طلاب كثير جاوبوا، في طلاب جاوبوا اي يوتروساكرال، في طلاب جاوبوا سي. هو المين سبورت هو عن طريق الترانسفيرس سيرفايكال ليجامنت، عن طريق ترانسفيرس سيرفايكال ايش ليجامنت. واضح النقطه ولا لا؟ هذا المين سبورت. هسه لو حكى لي مين هي الليجامنت التي تؤدي الى الاسترتشنج فيها، يؤدي الى الم في نهايه السكند، بدا في نهايه السكند وبالثيرد ترايمستر، هذا بيعرف شو هي الليجامنت الاسترتشنج فيها بيؤدي الى الم في نهايه السكند وبالثيرد ترايمستر؟ دكتور ثابت بيحكي انه ايه غلط، مش ايه درس هاي بيحكي برود ليجامنت غلط، مش دارسين نسائيه كويس، لو انكم دارسين نسائيه ومن كتب من المرجع كويس اصلا المعلومه تكون مره عليكم. شو هو المسؤول عن الالم في نهايه السكند بالثيرد ترامستر؟ الجواب هو راوند ليجامنت، راوند ايش؟ ليجامنت هو الجواب. واضح نفترض هذا احد الاسئله اللي اجت في الامتياز، هيك انتبه لهي النقاط. لو حكى لك شو هي الليجامنت اللي اذا صار فيها stretching بصير عندنا uterine prolapse، بصير عندنا uterine prolapse. حدا بيعرف شو هي؟ حدا دارس gynecology، دارس المادة، دارس لا خليه طافي، خليه يضل يشحن، خلص سمعت. طلابنا يعني ارجو انه انتم بتحضروا معنا، يعني ارجو الطلاب اللي بيحضروا معنا بيركزوا معنا ويعمل يعملوا ميوت لحالهم. اسف دكتور هسه دخلت انا، مش مشكله، لا عادي، انه عشان هذا باثر على التسجيل بنسجل احنا المحاضره. حدا كان يحكي لي شو هي الليجمنت اللي اذا صار فيها ستريتشنج او صار فيها ريلاكسيشن بصير عندنا يوتراين برولابس او بروستنشن؟ البورد ليجمنت.
البرود ليجامنت راح نجاوبها بس بالامتحان راح نتفاجئ انه طلاب كثير بجاوبوها برود ليجامنت بس هي مش برود ليجامنت. هذا دارس جاينيكولوجي دارس البلفيك اورجان برولابس، هذا مر عليه درس اسمه بلفيك اورجان برولابس. ممتاز دكتور ثابت بيحكي انه ايه ممتاز صح دكتور ثابت ايه هو يوترو ساكرال ليجامنت. يوترو ساكرال ليجامنت هو اذا صار فيها ريلاكسيشن بصير عندنا يوتراين ايش برولابس. واضح؟ طيب هسه سؤالي لكم، مين هي الليجامنت اذا صار فيها انجري بصير عندنا risk of uretric injury أو uretric أو renal failure obstructive renal failure. يعني إذا مين من هذول الليجمنت إذا صار فيهم injury الأوفيريان حكينا الجواب هو أوفيريان بس رح نتفاجأ إنه مش الأوفيريان الجواب الصح هو مش أوفيريان هو broad ligament. ليش broad ligament؟ لأنه إذا دارسين anatomy كويس broad ligament هي اللي بمر في عنا مصطلح اسمه water under bridge. شو الwater؟ شو البريدج؟ البريدج هو الايش؟ البرود ليجامنت. الووتر شو هو؟ اليوريتر. فاليوريتر اناتوميكلي بيجي فوق البرود ليجامنت، فاي مانيبوليشن على البرود ليجامنت يمكن خاصه اثناء عمليات السيزارين سكشن يمكن تعمل ايش؟ يمكن تعمل ليجيشن بالغلط لليوريتر وهي تعمل ابستراكتيف يوروباثي او تعمل بوست اوبراتيف رينال فيلر او ابستراكتيف يوروباثي. واضح النقطه؟ لكل هاي اسئله مختلفه اجت في الامتحان بدك تنتبه الموضوع الاناتومي بدك تنتبه له كويس لانه هي الليجمنت ليجمنت اوف ذا بلفيك. سم ليجمنت ار ذا بلفس اكت اونلي اد ا سبورت ستراكشر بات ذي ار اولسو كاري بلاد سبلاي فور ذا اسينشال ايش اورجان. طلعوا هون هي عندي انا اليوترس زي ما انتم شايفين، في عندي انا الليجمنت اللي بتيجي من جوانب هي اليوترس، الليجمنت تيجي على الجوانب هي شو اسمها برود ليجمنت. في عندي انا ليجمنت بتيجي من عند السيرفكس تبع اليوترس تروح على الجوانب اسمها كاردينال ليجمنت اسمها كاردينال هي نفسها الايش الترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت. الكاردينال هي نفسها الترانسفيرس سيرفايكال. في عندي انا ليجمنت تيجي من اليوترس بتيجي من اليوترس اللي هو بسموها يوتروساكرال. يوتروساكرال جزء انا مش باين انا مش حاطي او اتوقع مش حاطينها هون اليوتروساكرال. وفي عندي انا الليجمنت بتيجي كمان من الفندس لليوترس وبتنزل عند الايش وبتنزل عند منطقه الليبيا ماجورا اللي هو راوند ايش ليجمنت. يعني بتحاولوا قدر الامكان تعرفوا الليجمنت هذول. هاي برود ليجمنت بريتونيال فولد اكستند فروم ذا لاترال بلفيك وول تو ذا يوترس اند انكسا كونتين فالوبيان تيوب كونتين راوند ليجمنت كونتين يوتيراين فيزل كونتين اوفيريان فيزل اند ليمف نود اند يوترو فاجينال نيرفز انفنديفلو بلفيك ليجمنت اسمها سسبنسري ليجمنت كونتين اوفيريان ارتري اند فين. الراوند ليجمنت ريمين الراوند ليجمنت حكينا طيب في عندي انا بمر في الانجوان الكنال. في عندنا كاردينال ليجمنت او اسمها اللي هي ماك نورد اللي هي ماك نورد ليجمنت اكستند فروم ذا بس حكيم سؤال ايش كان الجواب الصح ايش كان الجواب الصح لهذا السؤال ايش كان الجواب الصح لهذا السؤال المين يوتران سبورت بيتم عن طريق الترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت. المين يوتران سبورت بتم عن طريق الترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت اللي هي الكاردينال ليجمنت اللي هي الكاردينال ليجمنت اللي هي نفسها. هذا هذا بحكي لك هو most important support structure of the uterus هو هذا الليجمنت هذا it contains uterine artery and uterine vein. طيب uterosacral ligament each ligament extend from the attachment posterolateral للساكرم. واضح؟ طيب as the second most important بعد الكاردينال ليجمنت اللي بيعمل سبورت لليوترس مين هي السكند لو حكالي او لو كان بالخيارات مش حط لك كاردينال ليجمنت شو الجواب بيكون يوترو ساكرال ليجمنت الجواب. طيب يجي السؤال اللي بعديه. السؤال بعديه في عندنا 55 year old female patient complain of hot flashes عندها hot flashes عندها night sweat عمرها 55 years old. هاي شو بتكون هاي الاعراض بنكون مشتبهين انه عندنا شو عندنا كويري شو عندها suspected شو عندها suspected شو عندها يكون عندها menopause عندها menopause صح. طيب her period stopped one year ago هذا بدعم الحكي انه عندها هي بالمينوبوز وعندها اعراض المينوبوز. what is in her medical history will stop you بوقفك from giving her hormone replacement therapy. بحكي لك انت بدك تعطيها هرمون ثرامي عشان لانه عندها symptomatic menopause. بحكي لك شو الشيء راح يوقفك؟ هل انه اذا كان عنده بالهستوري ديابيتس ولا اذا كان عنده بالهستوري اوستيوباروزس ولا اذا كان عنده بالهستوري برونكيال ازمه
ولا اذا كان عندها بلوستري بريفيس هيستوري بالمونري امبوليزم ولا اذا كان عندها بلوستري هايبرتنشن. شو رايكم هذا بامكانه يجاوب؟ ايش الجواب؟ ايش هو؟ اوستوبيروزس. هسه سؤالي لكم، هذا الموضوع ضمن الاوبستاتريك ولا جاينيكولوجي؟ جاينا. جاينا، ممتاز. انو ضمن موضوع ايش بتقرؤوا؟ ضمن موضوع شو العنوان الموضوع؟ لازم تكون منوبوز. ممتاز. ضمن المينوبوز بتيجي للايش؟ للتريتمنت. التريتمنت بحكي لك شو التريتمنت للسيمتوماتيك مينوبوز. هرمون ريبليسمنت ثيرابي. لما تقرا هرمون ريبليسمنت ثيرابي شو راح يكون في عنوان اسمه؟ indication and ايش and indication and كملوا هذا كان يكمل contraindication and contraindication. يعني لازم مهم جدا ترى لما انت تدخل امتحانات زي هيك انت تعمل تحليل للمواضيع. الموضوع مش موضوع انك انت بدك تجاوب اعتمادا على معلوماتك الطبيه، لا، بدك تعرف انت بالمرجع اللي انت دارس فيه بانه بيج انت بانه صفحه او بانه ما بنفع لنا هذا. يعني حدا قارئ، حدا مر على هذا الموضوع او دارس هذا الموضوع كونترا انديكيشن فور هرمون بيسمث ثيرابي او مر عليه هاي الفقره كونترا انديكيشن؟ في عندنا كونترا انديكيشن ايش؟ ابسولوت. وفي كونترا انديكيشن ايش؟ ريلاتيف. مين من هذولا من الكونترا انديكيشن الابسولوت؟ بريفيوس history of pulmonary embolism. لازم تكونوا عارفين هذا الاشي. يعني الخيارات الثانيه الديابيتس هو مش من الابسولوت كونترا انديكيشن، قد يكون الكونترا انديكيشن ولكنه ريلاتيف اذا كان ان كنترول ديابيتس. هايبرتنشن نفس الاشي، هو ليس من الابسولوت كونترا انديكيشن، من ريلاتيف اذا كان ان كنترول هايبرتنشن. الاوستيوباروزس بالعكس، في حكي انه الهرمون ريبليسمنت ثيرابي بالعكس بيساعد في الاوستيوباروزس ولا لا؟ يعني له بروتكتيف افكت على الاوستيوباروزس ولا لا؟ اوستيوباروزس شو رايكم؟ از بروتكتيف ولا لا؟ هلو بروتكتيف. بس سؤالي لكم للطلاب الشاطرين الدارسين كويس، هل الاوستيوباروزس احد الانديكيشن للهرمون ريبليسمنت ثيرابي في المينوبوز؟ لا. ممتاز. بالعكس احنا بحكوا لك لا ينصح باعطاء الهرمون ريبليسمنت ثيرابي لانه المريضه عندها اوستيوباروزس. شو الموست كومن انديكيشن فور هرمون ريبليسمنت ثيرابي فور المينوبوز؟ هذا بيحكي لي شو هو الموست كومن انديكيشن؟ هو سيمتوماتيك مينابوز. مين هو الموست كومن سيمتوم اوف مينابوز؟ هوت فلاشز. ممتاز. برونكيال ازما هل لها اي علاقه؟ برونكيال ازما ليس لها اي علاقه. واضح هرمون ريبليسمنت ثيرابي هون انا حاط لك اياه HRT. HRT في عندنا استروجين اند برودستيرون. برودستيرون كومبوننت is needed to protect the endometrium from constant stimulation and result in increased endometrial age cancer. طيب هسا دكتور عامر مش فاهم سؤالك. طيب حكيم شو من الخيارات OCB من نوع ايش؟ مش فاهم ايش OCB من نوع ايش؟ مش فاهم شو علاقة OCB بالسؤال. OCB شو علاقة OCB بالسؤال؟ دكتور عامر ما بعرف لو تعمل انميوت تحكي سؤالك. حكيم تفضل. كان السؤال بالامتحان اتوقع انه انا امتحنت المره الدوره الماضيه كان في سؤال اللي هو الاو سي بي اي من الاتي كونترا انديكيتد. ما كان ما في سؤال عن الاو سي بي، هذا السؤال اللي اجى بالامتحان، ما اجى السؤال عن الاو سي بي. ما بحسب نيجي على الاسئله بس ما في سؤال الاو سي بي. خربط انت. هذا الاو سي بي لهم ابسولوت لهم ريلاتيف كونترا انديكيشن كمان. الاو سي بي اور الكونتراسبتبلز لهم ابسولوت ريلاتيف زي الاتش ار تي، مشابهات للكونترا انديكيشن تبعون الاتش ار تي. فرق بسيط بيناتهم، مش الفرق الكبير. واضح الدي ام والهايبرتنشن هم ريلاتيف كونترا انديكيشن للاو سي بي. الهيستوري اوف دي في تي او هيستوري بي اي ابسولوت كونترا انديكيشن للاو سي بي. السموكينج والعمر اكثر من 35 سنه ابسولوت موجود ضمن موضوع الكونتراسبشن دكتور. ضمن موضوع الكونتراسبشن لازم تدرس موضوع الكونتراسبشن، لازم تقرا موضوع الكونترا انديكيشن للاورال كونتراسبلز والابسولوت ريليتيف. يعني الموضوع هذا اجى عليه اسئله دائما بشكل متكرر. طيب هون انا حاطه لك الانديكيشن فور هرمون ثيرابي هي بريزنس اوف هوت فلاجز. هذا موست
common indication for hormone replacement therapy in menopause. Prevention of atrophic vaginitis بإمكاننا نستخدم إذا كان atrophic vaginitis شماله symptomatic عامل إيش symptoms. شو symptoms اللي بيعملها؟ راح يعمل bleeding post menopausal bleeding, راح يعمل itching vulvar أو vaginal itching, راح يعمل النعنينية بسبب bleeding. هدول الأشياء إذا كانوا موجودين نعمل إحنا بنعطي HRT للبروفيلاكسس. طيب recommendation, شو recommendation؟ ريكومنديشن هسه انت في الامتحان راح اجيب لك من الانديكيشن انه اوستيوبوروزس, الانديكيشن الايش اوستيوبوروزس للوقايه من الاوستيوبوروز او من الانديكيشن للوقايه من الاسكيميك هارت ديزيز. هل هذا الاشي صح؟ هذا جابوه بالامتحانات, هذا غلط. احنا ما بنعطي اتش ار تي للوقايه من الاوستيوبوروز او للوقايه من الاسكيميك هارت ديزيز. واضح. ريكومنديشن شورت تيرم ثيرابي, هذا الريكومنديشن, ريكومنديشن بحكي لك شورت تيرم اقل من 5 سنوات عاده احنا بنمشي لمده سنه سنتين, هذا المعتاد سنة لسنتين فقط مش فترة طويلة. ليش؟ لأنه كل ما زادت الفترة كل ما كان في احتمالية تصير عندنا إيش risk of إيش risk of estrogen induced إيش إيش معنى إحنا بنعطي ال HRT لفترة طويلة. الاستروجين يمكن يعمل risk of إيش of endometrial hyperplasia أو endometrial إيش cancer. بحكي لك is acceptable for menopause symptoms relief. Prescribe the lowest dose as the lowest dose possible. لازم ما نعطي, لازم نعطي جرعة قليلة. كمان قبل ما أنت تبلش المريضة على الهرمونات لازم to order mammogram. إيش نعمل to order mammogram قبل ما نبلشها؟ هذا بيعرف ليش؟ ليش you have to do, لازم تعمل breast examination, لازم تعمل breast examination ولازم تطلب لها mammogram. هذا بيعرف ليش؟ هاي من الأشياء من الورك أب اللي لازم تنعمل قبل ما المريضة تمشي على HRT, لأنه من موانع ال HRT إيش ال pre-malignant breast condition أو حتى malignant breast condition. هدول الأشياء ما بنعطيهم إحنا بالضبط لأنه في عندي risk of breast cancer. هسا الأوستيوبوروزس بحكي لك can be prevented with HRT. However The other medication is better than the HRT. شو the other medication؟ أنا بعرف شو the other medication؟ شو هم the other medication؟ Are as effective and can be used as a first line. شو the first line؟ استخدم للوقاية, للوقاية من الأستيبروزس. هذا بعرف شو هم الأدوية تستخدم للوقاية من الأستيبروزس؟ هذا دارس موضوع الأستيبروزس. كالسيتريول, فيتامين دي 3, ممتاز دكتور بشير, أبدعت. دكتور صايب بحكي بيسفوسفونات, ممتاز. بيسفوسفونات هذا الفيرست لاين وهو البست, ممتاز. غيره, غير الفيتامين دي 3 وغير البيسفوسفونات شو بنعطي كمان؟ نعطي ايش؟ نعطي كالسيوم ولا ما بنعطي كالسيوم للاوستيوبوروزس او للفيميل ات ريسك اوف اوستيوبوروزس او اذا الفيميل عندها اوستيوبوروز نعطي كالسيوم. كالسيوم, فيتامين دي, بيسفوسفونات. في دواء هرمونال له هو البست هرمونال ثيرابي بيعمل وقايه للاستوروز. هذا بيعرف شو اسمه؟ كالسيتون. دكتور بشير, لا مش تاموكسيفين, هو اسمه رالوكسيفين مش تاموكسيفين. تاموكسيفين هذا دواء هو هرمون ثيرابي, هو من نفس الجروب من مجموعه السيرم سيلكتيف استروجين سيرم اللي هو ريسبتر موديليتر سيرم اللي هو سيلكتيف استروجين ريسبتر موديليتر اللي هم رالوكسوفين مش تاموكسوفين. رالوكسوفين هو الدواء. التاموكسوفين يستخدم للوقايه او لعلاج الاستروجين ريسبتر بوزيتيف بريست كانسر. من نفس مجموعه السيرم في عندنا الرالوكسوفين. ممتاز. اذا المعلومات انتم عارفينها كثير ممتاز, بنسال عنها بالامتحانات. HRT should not be used to prevent cardiovascular disease. هاي انتبهوا لها. Risk of HRT increase risk of breast cancer. لذلك لازم نعمل breast examination, نعمل mammogram قبل ما نبلش المريض على HRT. Increase incidence of endometrial cancer. Increase incidence of endometrial cancer بالتحديد ال ERT. بالتحديد ال ERT. انتبهوا لهي النقطة ال ERT. لذلك احنا في ال HRT شو الأوبت البست تايب of HRT إنها تكون شو مالها؟ تكون ميكست إيش وإيش؟ تكون استروجين زائد إيش؟ زائد بروجستيرون. لازم تكون استروجين زائد. إذا كانت استروجين لحالها بصير عندي ريسك of endometrial cancer. Thrombo embolism risk and myocardial infarction and stroke and cholecystitis and cholelithiasis. Contraindication, هي الكونتراindication, unexplained vaginal bleeding. Breast carcinoma is
is a contraindication. It's a relative بحكي لك breast carcinoma. Metastatic endometrial cancer and ovarian carcinoma, it's a contraindication. Liver disease اللي هو active liver disease. إذا كانت والله inactive كان controlled مش contraindication. The active liver disease بتكون contraindication. History of thromboembolic disease, absolute contraindication. History of MI and stroke, absolute contraindication. And uncontrolled hypertension أو uncontrolled diabetes mellitus أو uncontrolled migraine. هذولا هم relative contraindication. واضح؟ فانتبهوا لهاي النقطة. هاي هم contraindication. Contraindication for menopausal hormonal therapy, history of breast cancer, previous venous thromboembolism or previous stroke, active liver disease. انتبهوا إنه active هاي انتبهوا على انتبهوا migraine with aura اللي هو active migraine أو يعني yes بالضبط migraine with aura. Unexplained vaginal bleeding, high risk endometrial cancer and transient ischemic attack TIA. هذول كلهم contraindication for menopausal hormonal therapy. طيب انتبهوا لهي النقطة، هاي مشروحها أنا يعني الطلاب بس بحكي له دكتور شو نعمل احنا بالاكسبلينيشن تبعتك؟ الاكسبلينيشن هاي انت لازم تركز عليها، يعني انت اذا بتراجع اسئلة الامتياز باخر مثلا سنتين بتلاقي انه كلهم موجود الشرح موجود مع الاكسبلينيشن، الاكسبلينيشن هذا مهم جدا تطلع عليه لانه الاكسبلينيشن يلخص لك موضوع السؤال، وانت مش موضوع انك تقرا صور تحفظ، لانه زي ما انت شايف واضعين اسئلة الامتياز بيجيب لك نفس المواضيع ولكن أجوبة بتكون أجوبة مختلفة، زي موضوع البارح بالجراحة كان جايب لك سؤال اللي بيحفظ الأسئلة ممكن يجاوب ماشي على مبدأ حفظ الأسئلة يمكن يجاوب السؤال إنه كريكوثيرودوتومي هو الكريكوثيرودوتومي غلط جواب هو جايب لك يعني صيغة السؤال مبينة هيئتها إنه جواب كريكوثيرودوتومي ولكن جواب آخر. لذلك مهم جدا إنك الإكسبلينيشن هاي تركز عليها وتقرأها بشكل كويس شوف شو الإشي المهم. الإكسبلينيشن هاي عبارة عن تلخيص لموضوع مثلاً هون المينابوز موضوع الهرمون بلس والثرامي يعني إشي ملخص جداً. طيب بحكي لك RH negative pregnant women is admitted RH negative عندها يعني هي RH negative يعني هي negative rises negative admitted at 34 weeks with moderate amount of vaginal bleeding. هذا البليدينج شو يعني هي جايب إيش؟ شو بنسمي هذا البليدنج ضمن مادة الأوبستاتريك؟ شو اسمها هاي شو بنسميها؟ شو نوع البليدنج؟ ممتاز، هذا بنسموه احنا أنتي بارتم هيموريج أو أنتي بارتم بليدنج أو أنتي بارتم هيموريج اللي هو APH. متفقين معي ولا لا؟ أنتي بارتم هيموريج. طيب هي RH نيجاتيف، RH إيش؟ نيجاتيف. She is stable and the bleeding has stopped. The bleeding وقف and she's stable. هسه شو الديفرنشال؟ شو الكومن ديفرنشال؟ ما هو الكومن ديفرنشال؟ ما هو الكومن ديفرنشال؟ دكتور عمر بيحكي انه جواب سي، ممتاز، الجواب هو سي، ممتاز، ابدع الدكتور عمر، صحيح 100% جوابك، حلو. شو الديفرنشال؟ الانتي بارتم هيموريج، في عندي انا فيزيولوجيكال كوز وفي عندي انا باثولوجيكال كوز، شو الموست كومن؟ فيزيولوجيكال ولا باثولوجيكال؟ هذا بيعرف most common physiological ولا pathological؟ physiological ممتاز. most common cause is physiological. شو اسمه physiological cause of antepartum hemorrhage؟ هذا بيعرف شو اسمه؟ هذا دارس موضوع antepartum hemorrhage؟ شو؟ بلاش شو ممتاز ابداع شو ممتاز دكتور ابدعت شو vaginal شو اسمه vaginal show هو most common cause of antepartum hemorrhage. It's physiological. هو الشو غالبا بيصير في pre-labor status أو pre-labor state قبل ما المريض تدخل بليبر بصير عندها bleeding. bleeding بيكون غالبا mild خفيف وبتوقف لحاله. سببه بصير عندنا irritation للميوكس membrane الموجود بالcervix. هذا irritation بسبب لأنه الليبر قرب يبلش بصير عندي أنا شوية نزيف mild بيكون ما بيأثر على الاستابيليتي تبعت الأم وهو يمثل موست كومن كوز في انتيبارتم هيموريج. واضح النقطة ولا لا؟ هل عنده أي تعليق؟ طيب باثولوجيكال كوزز بلاسنتا ابربشن. في عندي أنا كومن كوزز في عندي رير كوزز أو بلاش رير أن كومن كوزز بنسميها أن كومن كوزز. واضح؟ شو الكومن باثولوجيكال كوزز؟ 1 2
3 شو ال1 ابورشن بلاسنتا ابربشو بلاسنتا ممتاز اند بلاسنتا بريفيا اند فازا بريفيا متفقين معي هذا ولا بهذا الشيء ولا لا شو الموست كومن باثولوجيكال كوز اوف انتي بارتم هيموريج ابربشو بلاسنتا شو السكند موست كومن كوز اوف موست كومن باثولوجيكال كوز اوف انتي بارتم هيموريج بلاسنتا بريفيا شو الثيرد موست كومن كوز اوف باثولوجيكال انتي بارتم هيموريج فازا بريفيا واضح النقطه ولا لا طيب بحكي لك what is the what specific test should you request لهاي المريضه اللي عندها انتي بارتم هيموريج سواء السبب وجعنا الشو او سواء السبب انتي بارتم هيموريج او سواء بوست بارت عفوا سواء السبب ابربشو بلاسنتا او بلاسنتا بريفيا او فازا بريفيا ايش بحكي لك شو هو الموست what specific test بده تيست سبيسيفيك should you request full blood count هل full blood count هو specific هل full blood count specific شيء خاص هو انا بهمني اني اعرف انه specific من خاف من ايش كون هو مركز لي انه هي Rh negative بخاف انه شو يصير عنا يصير عنا ايش يصير عنا اختلاط بين دم بس احتمال الكون هي Rh negative احتمال البيبي يكون شو ماله Rh ايش Rh positive بس اذا البيبي Rh positive اذا صار عندي انا اختلاط بين دم الفيتس وبين دم الام احتمال يتكون بجسم الام ايش انتيبادي اجنست Rh positive blood هاي الانتيبادي مش راح تاثر على البيبي الحالي هتاثر على الايش على النكست بريجننسي او على النكست فيتس ف بده هو فحص سبيسيفيك مش محدد لي هو سبيسيفيك بخصوص ايش ولكن انت بدك تفهم من سيناريو تبع السؤال بدك تفهم انه هذا القصده الفول بلاد كاونت مش سبيسيفيك فول بلاد كاونت كوجوليشن بروفايل اند ليفر اند رينال فانكشن تست هذول فحوصات روتينيه بنعملها بس هي ليست سبيسيفيك بموضوع الار اتش ايزومنايزيشن كليهور كاونت شو رايك هذا سبيسيفيك ولا لا كليهور كاونت يس هذا سبيسيفيك platelet count it's not specific indirect Coombs test هذا شو ماله تمام indirect Coombs test يعني هذا احنا مش راح يفيدنا هون الام indirect Coombs test بفيدنا بحالات الهيموليزس لما يكون عندنا هيموليزس وانا سيناريو هيموليزس سيناريو بليدنج مش علاقه فهنا Clayhower count دكتور صايب مش فاهم سؤالك ايش قصدك بالسؤال كيف بنعمل سبيسيفيك مش فاهم سؤالك دكتور صايب او اذا بتقدر تساله بطريقه اخرى التست هذا تست فحص دم تاخذ انت عينه كيف بنعمل التست هذا بسال شو صايب تاخذ عينه من دم الام وهي العينه من دم الام شو اسمه العينه من دم الام هاي بتعرض عليها يعني في ماتيريال ستين بنضاف على عينه دم الام هذا الستين لما ينضاف على عينه دم الام بتغير لون يعني بنحط على 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 جلاس بتغير اللون اذا اللون تغير الى لون مثلا بلو او الى لون بينك بتعرف انه في عندك فيتال بلد او ما في فيتال بلد في بعض انواع التست دكتور بشير بحكي الدايركت كومس تست هو نفسه لا دايركت كومس تست هو فحص للانتي بودي كومس تست هو فحص للانتي بودي فحص للانتي بودي فحص الكومس تست هو فحص للانتي بودي ما له علاقه طيب هسه للاوتو انتي بودي هسه طلعوا هون انا حط لك ثير ترانستر بليدنج انسيدنس 2-5% اوف بريجننس بصير عندهم ثير ترانستر بليدنج ورك اب هيستوري vital signs very important signs of hypovolemia include hypotension tachycardia labs cbc هذا روتين تست بنعمله روتين بلاد تست coagulation profile type and cross match very important urine analysis drug screen ultrasound to look for placenta previa very important وهذا very important as well as monitoring of fetal well-being طب management شو المانجمنت هاي المانجمنت كيف احنا بنعمل ايش management لهم نشوف المريضه هل هي stable ولا unstable اذا كانت unstable and bleeding is heavy لازم نعمل stabilization stabilize المذر لازم نعمل baseline lab and DIC panel نبعث
وبعد ذلك اذا كان والله دي اس سي بانل بوزيتيف او حتى اذا استل المريضه شو اسمه استل انستابل بعد ما نعمل ستابلايزيشن بروم ديليفري لازم نعمل ايش ديليفري لازم نعمل ديليفري واضح طيب بس بعد انكو دقيق اذا هنا المانجمنت اذا كانت هي انستابل اذا هي المانجمنت بشكل عام لازم نعمل ستابلايزيشن ونبعث روتين بلد تست من الدي اي سي وبعدين لازم نعمل برومت ديليفري بتكون اكيد الدليفري بتكون يعني بتكون لايف سيفنج سواء للام او للفيتس بس اذا كانت ستيبل لازم نعمل سونوجرام لاحظ اول ستيب لازم نعمله اذا كانت ستيبل يو هاف تو دو التراساوند اول ستيب لازم تعمله يو هاف تو دو ايش التراساوند واي وي هاف تو دو التراساوند في المريضه الجايه بانتي بارتم هيموريج انت بعرف هذا كان يحكي لي ليش واي وي هاف تو دو التراساوند او شو الغايه من عمل الالتراساوند في الانتي بارتم هيموريج وانت دكتور بشير بحكي to diagnose to rule in or to rule out placenta previa حدا عارف المعلومة هاي؟ تعرفوا هاي المعلومة ولا لا؟ انه نعمل احنا التراساوند الانتي بارتم هيموريج to rule in or to rule out placenta previa ليش؟ ليش؟ لأنه placenta previa تمثل second most common cause most common pathological cause of anti partum hemorrhage طب ليش احنا بنركز على هاي المعلومة؟ هذا كان يحكي لي ليش؟ أنه في الامتحان شو يمكن يجيب لك هون أنك شو تعمل؟ هذا بيعرف شو إيش اللي يجيبوه هون قبل ما تعمل ألتراساوند؟ قبل ما يعملوا ألتراساوند شو بيعملوا أمرات؟ بحكي لك أننا نعمل بي في بالضبط نعمل المريضه بي في اللي هو فاجينال اكزامينيشن ممتاز العمل الفاجينال اكزامينيشن هل هو سيف هنا او اتس كونترا انديكيتد في قبل الالتراساوند او قبل اول اوبرسنت بريفيا اتس كونترا انديكيتد الامتحان شو بصير شو اول ستيب لازم نعمله لما المريض جايب انتي بارتم هيموريج بي في نعملها بي في واضح النقطه ولا لا هذا يعني سؤال القديم الجديد دائما بيجي بالامتحانات فانت هيو هاي مشروح هون وشرحناه بسنوات ودورات قديمه سابقه كثير ما تخربط فيه الامتحان بيجي كثير فانت بهاي النقطه بحكي لك ديتيرمن وذر ذا بلاد از باترنال اور فيتال اور بوث عن طريق الفحوصات طلع في عندي شيء اسمه اي بي تي تيست فحص اسمه اي بي تي تيست ناخذ عينه من دم الام من الفاجينا بحكي لك حتى ناخذ العينه بلاد فروم فاجينا ان تيوب وذ كي او اتش اللي هو بوتاسيوم هيدروكسيد نضيف عليه بوتاسيوم هيدروكسيد ونشوف اللون اللي بتغير اذا ترنال براون هذا بدل انه هذا ماترنال بلاد اذا ترن للبنك هذا بدل انه فيتس بلاد واضح ترن ايش هذا فيتس في عندي فحص ثاني اسمه كلي هاور بيت تيست كلي هاور بيت تيست كلي هاور بيت تيست بيحكي لك تيك بلاد فروم ذا ماذر ارم يعني بتاخذ عينه من دم الام من الارم من الايد واضح اند ديتيرمين برسنتج اوف ذا فيتال ريد بلاد سيل ان ذا ماتيرنال سيركيليشن اذا كان مور ذان 1% فيتال مور ذان 1% هذا بيعني انه في عندي انا فيتال بليدنج او فيتال بلاد في عندنا فيتال بلاد ماتيرنال سيل ار واشد اوت فيتال سيل ار برايت ريد ديو تو فيتال هيموجلوبين فيعني اذا كان بوزيتيف بدل انه في عندي انا فيتال بلاد في الماتيرنال سيركيليشن في عندي فحص ثاني اسمه رايت ستين فاجينال بلاد ناخذ عينه من الفاجينال بلاد ونضيف عليه ستين هذا الستين اسمه رايت ستين إذا كانت والله تيرن للون معين بدل على إنديكيتور إنه في عندي أنا فيتال بلد في عندي أنا فيتال بلد طب ليش بنعمل هذا الإشي كله؟ ليش ما هو الغاية من عمل هاي الفحوصات كلها؟ اللي هو هاور تيست أو الأي بي تي تيست هذا بيعرف ليش؟ هاي المريضة هي إنديكيشن فور وات؟ إنديكيشن فور وات؟ شو بدنا نعطيها؟ أنتي دي نعطيها أنتي دي ممتاز هسا سؤالي لإلكو هسا الانتي دي شو الغايه منه انه الهدف من الانتي دي تو نيوترال عشان تو كاونتر اكت الار اتش بوزيتيف هيموجلوبين او ار اتش بوزيتيف ريد بلاد سيل تبعت الفيتس الموجوده بجسم الام اتفقين معي ولا لا انه الانتي دي هي دواء
بيعمل neutralization أو بيعمل counteract against ال Rh positive blood الموجود تبع الفيتس الموجود بجسم الأم. هسا كمية الأنتي دي لازم نعطيها تعتمد على إيش؟ على كمية البلد تبع الفيتس اللي دخل على جسم الأم. إذا أعطيت أنت إذا كانت الدوز تبعت الأنتي دي أندر أو إذا المريضة أندر تريتد بصير عندها ريسك إيش؟ بصير عندها ريسك إنه يتكون بجسمها إيش؟ أنتي بادي. إذا تكون بجسمها أنتي بادي أي حمل راح تحمله بـ Rh positive blood أو بـ Rh positive fetus راح ينتهي بإيش؟ راح ينتهي بـ اللي هو راح ينتهي بـ miscarriage أو راح ينتهي بـ pregnancy loss. فعشان نعرف الـ optimal amount of anti-D اللي بدنا نعطيه للأم للحامل اللي صار عندها antepartum hemorrhage أو صار عندها early pregnancy bleeding أو حتى صار عندها postpartum hemorrhage, عشان نعرف قديش كمية الأنتي اللي بنعطيها لابد أن نعمل هاي الفحوصات, منها فحص clear count test أو لازم نعمل clear count هو أحد الفحوصات اللي بيعتمد عليها, ABT test بيحدد لك إنه في عندك fetal blood ولا لا, أو right stain كمان حدد لك إنه في fetal blood ولا لا. هاي الريكومنديشن بتحكي لك انه 300 مايكروغرام دوز اوف انتي دي قادر انها تعمل نيوتراليزيشن لايش او كانتر اكت قديش كميه 30 ml اوف دي بوزيتيف او ار اتش بوزيتيف فيتال بلد هول بلد. واضح النقطه ولا لا؟ 300 مايكروغرام اللي بتنعطى قادر انها تعمل نيوتراليز. اذا كانت كميه الدم الهول بلد تبع الفيتس داخل على الام اكثر من 300 ml, 300 مايكروغرام جاب تكون كافيه, ما بتكون ايش كان. يعني اذا كان مثلا داخل 60 ml وانا بهاي الحاله بدك ايش؟ بدك 600 مايكروغرام. واضح النقطه ولا لا؟ في عندنا فحص ثاني اسمه روزت تيست. تقريبا روزت تيست هو كواليتاتيف سنسيتيف تيست فور فيتو ماتيرنال بليدنج. وي سجست بيرفورمينج ذس تيست از انيشال سكرينينج. يعني روزت تيست بيعملوه في اليو اس اي از انيشال سكرينينج تيست. ستاندرد دوز اوف انتي دي جيفن تو بيشنت وذ ا نيجاتيف تيست. ستاندرد دوز هو ال 300 على ما اظن ستاندرد دوز. هسا ذا تيست از دياجنوزد تو جيف ا نيجاتيف ريزلت وين ذا اماونت اوف فيتو ماتيرنال بليدنج از سمول اقل من 2 ml. اذا كانت الاماونت سمول اقل من 2 ml التيست طلع بيطلع نيجاتيف, هيك بنعطي الستاندرد دوز اللي هي 300 مايكروغرام. اما اذا كانت والله طلع الروز التيست طلع بوزيتيف, بحكي لك اذا كان والله الروز التيست طلع بوزيتيف هاي الحاله when the result test is positive لازم النكست ستيب انك تعمله الكلي هاور بيت تيست اور فلو سايتومتري. هذا الريكومندد, هذا التيست راح يطلع لك كميه الاستيميتد اماونت اوف فيتال بلاد انتر ذا ماتيرنال سيركوليشن. هذا عنده اي مشكله فهم هذا الشيء؟ طيب سؤال بعدي, سؤال خامس. 26 year old lady on combined oral contraceptive oral combined oral contraceptives present with severe vulval itching. عندها vulval itching. On speculum examination there is a thick wide discharge. ايش most likely diagnosis؟ 26 سنة. الكانديدا بتكون. ممتاز. most likely ان هاي بتكون ال OCB من السايد افكت لها انها بتعمل ايش؟ بتعمل increased risk of fungal infection في الفاجينا او بالفلفا فولفا فاجيناتس. most commonly هو كانديديا فولفا فاجيناتس. بتعمل itching وبتعمل discharge white thick discharge. بحكي لك she should be treated with antibiotic. شو رأيكو؟ she should be treated with antibiotic ولا antibiotic should be avoided بهاي الحالة؟ avoided. ممتاز, لأنه الانتيبيوتيك بترفع الريسك of fungal infection صح؟ طيب بحكي لك she is at risk of cervical cancer. الكانديديا بيعمل cervical cancer؟ ما بتصل لcervical cancer. لا ما بتعمل cervical cancer بالمرة. واضح النقطة ولا لا؟ شو هو المسبب اللي بيعمل cervical cancer؟ ممكن اليوترين كانسر او الاوفيريان كانسر. لا المسبب بيعمل سيرفايكال كانسر هو ال HPV والهيومن بابيلوما فيروس. لازم تكونوا عارفين هالمعلومه. موست كومن كوز اوف سيرفايكال كانسر او سيرفايكال بري كانسر ستيت هو ال HPV. HPV انو ارقام
انه ارقام 16 18 واضح النقطه ولا لا؟ اتش بي في 16 18 هم اخطر نوعين من انواع الاتش بي في اللي بيعملوا سيرفايكال كانسر. بحكي لك كانديدا البيكانس از ذا لايكلي كوز. شو رايكم؟ صح صح كانديدا البيكانس هي اللايكلي كوز صح ممتاز. موستلي ات از سيكشوالي ترانسميت انفكشن. هل ما بنتقل هي سيكشوالي ترانسميت ديزيز؟ It is يعني في بعض المصادر القليلة حاكي إنها سكشولي، ولكن معظم المصادر والمراجع حاكي إنه الكانديدياتس هي it's not a sexual disease. فلذلك mostly it's a sexual، لا mostly it is not a sexual disease. فهي إيش غلط؟ على العكس من مين؟ من الكلاميديا. كلاميديا. على العكس من التروكومونيازس. على العكس من الجونارية. هذول الجنارية، كلاميديا، تروكومنيازس، بكتيريا الفاجينوزس، هذول اللي هم أكثر احتمال يكونوا سيكشوالي ترانس ديزيز. أما الكانديديا هي less likely sexual ترانس ديزيز. بلفيك inflammatory disease is a common complication. شو البلفيك inflammatory disease؟ inflammation of إيش؟ inflammation of إيش؟ PID. It's inflammation of definition of PID. inflammation of هذا بإمكانه يحكي لي. هذا بإمكانه يحكي لي ممتاز. دكتور بشير بحكي البي اي دي دكتور هو inflammation of the internal pelvic organ أو internal genital organ. شو الانترنال genital organ؟ اللي هم الأوفري والتيوب والإيش واليوترس. هذول هم الانترنال genital organ. الالتهابات بهاي الأعضاء بسموه pelvic inflammatory disease. هل الكانديديا بعمل التهاب في اليوترس وبالتيوب والأوفري؟ شو رأيكم؟ هل الكانديديا تسبب التهابات في اليوترس والتيوب والأوفري؟ الجواب إيش؟ لا. الكانديديا بتعمل فولفايتس أو بتعمل فولفوفاجيناتس، بتأثر على الإكسترنال جينيتال أورغان وبتأثر على الفاجينا، بس ما بتأثر على أو ما بتعمل التهابات في الإنترنال جينيتال أورغان. واضح؟ definition of vaginitis هون حط لك inflammation of vagina and cervix often result increased discharge and pruritus itching. طيب هون حط لك الأسباب، هاي الأسباب بالجدول هون اقرأوهم. هايهم في عندي أنا physiological البرامتر، بعدين في عندي أنا bacterial vaginosis، بعدين في عندي candidiasis، بعدين trichomoniasis. هاي هي candidiasis من ناحية clinical picture، quality of discharge، pH، microscopic finding، whiff test اللي هو لما نضيف ال KOH اللي هو potassium hydroxide، والtreatment ما هو العلاج، وtreat sexually partner. لاحظوا بالcandidiasis ما في it's not necessary لأنه it is not sexually transmitted disease. واضح etiology مسبب طلع المسببات antibiotic أحد المسببات، يعني خطأ إنك تعطي antibiotic. douches أحد الأسباب، intercourse أحد الأسباب، foreign body كمان أحد الأسباب، وال انتبهوا OCB أحد الأسباب، OCB oral contraceptives كمان أحد الإيش الأسباب اللي هو combined oral contraceptives. طيب الميكروأورجانيزم أهم إشي هو إن ننتبه وهنا الحكي عن الفاجيناتس ان جنرال، وهنا الاو سي بي هو سبب للكانديديا فاجيناتس. طيب على كل حال دياجنوزس والمايكروسكوبي هي موجود الجدول هذا، ارجوك ركزوا الجدول هذا دروس بشكل كويس. سؤال بعدي، سؤال السادس، 35 يير اول ليدي ديابيتيك بيشنت عندها دي ام جاف ذا 3 بار 3 حمل الثالث وبار 3 يعني ثلاث مرات عندها ثلاث اولاد. بريزنتد تو كلينيك كومبلينينج اوف وايتش vaginal discharge. لاحظ مركز على هذا الموضوع كثير، وايتش vaginal discharge and severe itching. Her HbA1c 11 HbA1c HbA1c عفوا HbA1c 11 يعني عندها شكله الدي ام شو ماله؟ عندها تراكم 11 uncontrolled diabetes mellitus. Most likely cause of her condition، شو most likely cause؟ هل الدي ام is a risk factor for fungal infection؟ uncontrolled diabetes mellitus factor is a risk factor. What's the most likely cause of her condition? Dysfunctional uterine bleeding, uterine fibroid, fungal vaginal infection, urinary tract infection, polycystic ovary syndrome. The most likely cause of fungal fungal vaginal infection. واضح النقطة ولا لا؟ لاحظ السؤالين نفس الموضوع، سؤالين بنفس الإيش الموضوع. طيب وانا كاتب لك انا شارح عن الموضوع بشكل مختصر. سؤال السابع، what is the diagnostic imaginary tool diagnostic image tool of choice for tubal ectopic pregnancy؟ اذا واحدة حامل tubal ectopic pregnancy، tubal ectopic pregnancy
بحكي لك شو هو الإيميجينري أوف تشويس بالكمبيوتر، كمبيوتر توموغرافي اللي هو صورة طبقية للحوض، والMRI هو صورة مغناطيسية، رنين مغناطيسي للحوض، والMRI بالبس وود كونتراست مع كونتراست، ولا ترانس أبدومينا ألتراساوند، ولا ترانس فاجينا ألتراساوند. شو رأيك؟ ترانس فاجينا ألتراساوند. واضح النقطة، لا ترانس فاجينا إيش ألتراساوند. هذا السؤال القديم الجديد دائما بيجيبوه يعني، والطلاب بيخربطوا فيه، ما بعرف ليش بيخربطوا فيه مع إنه سهل. ترانس فاجينا ألتراساوند هو الإيش، diagnostic image of choice for tubal ectopic pregnancy. واضح؟ اه تفضل. لما حكى diagnostic مش المفروض لابروسكوبيك بس هيك انيشال؟ ما في لابروسكوبي في الموضوع. لابروسكوبي هي البست او هي الديفينيتيف. لو حكى لي بده ديفينيتيف وكان في الخيارات في ديفينيتيف الجولد ستاندرد في الخيارات اللي هي اللابروسكوبي، الديفينيتيف، او حكى لي بده الجولد ستاندرد وحكى لي بده إشي مثلاً therapeutic and diagnostic، كل هاي الأسئلة يكون اللابروسكوبي. بس ما في بالخيارات لابروسكوبي أصلاً، ما في بالخيارات لابروسكوبي. السؤال إجاهم يعني ما فيه لابروسكوبي. أما لو حكى لي هو بده definitive، أو حكى لي بده gold standard، أو حكى لي بدي أنا therapeutic and diagnostic، جواب يكون لابروسكوبي. بس لو حكى لي شو هو initial imaging أو initial test او شو اسمه البراين الانيشال، اول شيء بتبلش فيه انت كايمج الترانسفاجينال التراساوند، اكيد هو الايش الاول شيء لازم تبلش فيه. واضح؟ من ناحيه لابوراتوري تيست اول شيء لازم تبلش فيه ايش هو؟ اكيد هو، شو رايكم شو اول شيء نبلش فيه؟ نبلش فيه يورينري اس سي جي ولا بلاد اس سي جي؟ هذا جابوه بالامتحانات مره، يورينري اس سي جي ولا بلاد اس سي جي؟ بلاد بتوقع لأنه أسرع النتيجة. بلاد ممتاز. لا هو مش لأنه أسرع، لأنه اليورينري شو نتيجته بتكون؟ يا بوزيتيف يا نيجاتيف. أما البلاد شو بتكون نتيجته؟ يعطيك رقم، يعطيك إيش رقم. فالسرم بيت أس جي هو فحص شماله بيطلع لك كوانتيتي، أما فحص اليورينري أس جي هو إيش؟ كواليتيتيف. واضح؟ فأنت بدك فحص شماله كوانتيتيف، فلازم تعمل بلاد أس جي، سرم maternal blood acid. طيب على كل حال management اللي هون حط لك أنا الكتوبرنس بشكل مختصر كيف نعمل وين suspected when the following are present. إذا كان عنا في الالتراساوند يعني في transvaginal ultrasound، transvaginal ultrasound هسا مهم جدا ننتبه في عندي أنا إشي اسمه discriminative zone of serum beta HCG. هذا بيعرف شو هو discriminative zone of serum beta HCG؟ هو عبارة عن الـ level of beta HCG in the maternal blood at which gestational sac will be visible via transvaginal ultrasound or transabdominal ultrasound. هذا بيعرف قديش هذا الـ level؟ إذا بنحكي transvaginal ultrasound قديش؟ تقريباً إيش؟ 1500. بعض الكتب حاطينه ل 2000، 1500 ل 2000. واذا بدنا نحكي عن ترانس ابدومينال التراساوند، حدا بيعرف قديش؟ اللي هو تقريبا 4000 او 5000، 500 في عليه شوي خلافات قديش الرقم، 5000. واضح؟ اللي هو ترانس ابدومينال 5000 اند ابف، وترانس فاجينال 1500 ل 2000. مو انا بجوز شارح لك عنه شويه. ترانس ديسكريمينيتيف زون، this is a discriminative zone. It is the serum beta HCG above which decisional shock should be always visualized on the ultrasound. سواء الالتراساوند في عندي أنا transvaginal ultrasound وهو البست وهو الايرلير، أو transabdominal ايش ultrasound. واضح الليفل هذا؟ ما بعرف أنا متطرقين له مش متطرقين له. لا هي 3510 معتبرينه. بحكي لك the use of discriminating zone 3510 هذا بيعتبروه للtransvaginal ultrasound. بس في بعض المراجع حطينه أقل من ذلك، حطينه 1500 إلى 2000. طيب على كل حال هاي المانجمنت ايفالويشن اوف انتراوترين بريجننسي فيرسس اكتيف بريجننسي فور هيمودايناميكال ستيبل بيشنت. لازم نعرف هذا الالجوريثم، مهم جدا سألوا عنه. وهي معتمدين على الديسكريمينيتيف زون اللي ايش، لذلك اول تيست احنا بنعمله بنعمل سيرم بيتا اس جي عشان نتاكد من الديسكريمينيتيف زون. اذا كانت المريضه الديسكريمينيتيف زون عندها اعلى من الليفل ديسكريمينيتيف زون، لازم اذا عملنا ترانس فاجينال التراساوند لازم نشوف الايش الجستيشنال ساك. اذا ما شفنا الجستيشنال ساك، اذا ما في ما شفنا هسه طبقة كان الاتس جي اقل، بحكي لك شو النكست ستيب، ريبيت السيرم اتس جي بعد 2 دايز، بعد 48 ساعه، بعد 48 ايش ساعه. واضح؟ اما اذا كان والله البيت اس جي كان اعلى من 3510
هاي الحاله بدك تعمل الترانزجال التصاف تشوف هل في جستيشنال ساك ولا لا. اذا في جستيشنال ساك في اليوترس هذا شيء مطمن، اذا ما في جستيشنال ساك في اليوترس هيك بيكون عندك سسبكتد انه يكون عندك ايش ابنورمال بريجننسي او عندك اكتوبيك ايش بريجننسي. واضح النقطه ولا لا؟ بهاي الحاله في عندك انت عده خيارات، في عندك عده خيارات بامكانك ايش تشوفها، اللي هو في عندك خيار انك تقترح انك تعمل شو اسمه لابراسكوبي، احد الخيارات المتاحه حسب الليفل تبع الاس جي طبعا. في خيار ثاني ان نعمل ايش ان نعيد الاس جي بعد 48 ساعه ونشوف شو الترند تبع الاس جي. وبعض الخيارات اذا كانت خلص اذا عملت ترانزجان الالتراساوند يمكن تشخص انت الاكتوبريجنسي عن طريق ترانزجان الالتراساوند، كانك تشوف البريجنسي في اليوتيوب. بس شو المانجمنت لذلك حسب، يعني في عندي انا مانجمنت عن طريق اللابراسكوبي، في مانجمنت عن طريق الكيموثيرابي اللي هو الميثوتريكسات، وهذول هم الاثنين يعني يعني كومن انهم يستخدموا. واضح؟ طيب السؤال بعد السؤال 8 all of the following are drugs have tocolytic effects except. سؤال عن التوكوليتك. توكوليتك يعني بتعمل تثبيط لايش؟ بتعمل سبريشن لايش؟ سبريشن لايش؟ للليبر، للليبر سبريشن للليبر. واضح؟ اكسبت اوتوسيبان. اوتوسيبان هذا احد الادويه ولا لا؟ اه احد الادويه. احد الادويه متى؟ هذا فيرست لاين ولا سكند لاين ولا ثيرد لاين؟ ثيرد. هو سترونج ولا هو ويك توكوليتك؟ طيب مش مشكله. نيفيديبين، نيفيديبين احد الادويه ولا لا؟ احد الادويه. احد الادويه ممتاز. حلو. فيرست لاين ولا سكند لاين ولا ثيرد لاين؟ سكند لاين. نيفيديبين هو بعض الأحيان يستخدمه كأز فيرست لاين. حلو. بيتا 2 أجونست أحد الأدوية، هذا 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 بيستخدمه أز سكند لاين. ترى النيفيديبين هذا بيعتبره فيرست لاين، والمغنيزيوم سلفيت أحد الأدوية كمان، المغنيزيوم سلفيت كمان هذا يعتبر سكند لاين. الكابرجولين، كابرجولين له علاقة؟ لا ما له علاقة. كابرجولين هذا عبارة عن إيش؟ استخدم لحالات الفايبر فايبر برولاكتينيميا، ناس اللي عندهم برولاكتين عالي يعطيهم كابرجولين. ممتاز، حلو جدا. الاتوسبان هو ويك توكوليتك، يعتبر ثيرد لاين. مشكلته انه فيري اكسبنسيف، نوت كومنلي تو بي يوزد، ما مش كومنلي يستخدم. النيفيديبين هذا من ادويه الفيرست لاين. مين الدواء الثاني الفيرست لاين غير النيفيديبين؟ ادويه الايش؟ نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. مين هو الدواء النان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز يستخدم از توكوليتك؟ اندوميثاسين. اندوميثاسين والنيفيديبين هم الفيرست لاين ميديكيشن يوزد فور توكوليتكس. يوزد فور ايش؟ فور توكوليتكس. اذا كان عمر الحمل، اذا كان عمر الحمل اقل من 32 ويك، اذا كان عمر الحمل اقل من 32 ويك، من هو الفيرست لاين؟ اذا كان عمر الحمل اقل من 32 ويك، جواب بيكون مين؟ اللي هو اندو ميثاسين. اندوميثاسين هو الفيرست لاين اذا كان عمر الحمل اقل من 32. اذا كان عمر الحمل بعد 32 ويك شو الفيرست لاين؟ نيفي ديبين. طب ان كيس والله عندي كونترا انديكيشن للاندوميثاسين او عندي كونترا انديكيشن للنيفي ديبين، او في حال استخدمنا هذول ما ظبطوا بامكاننا نستخدم از سكند لاين. السكند لاين في عندي انا بيتا 2 اجونست، المغنيزيوم اتس ثيرد لاين او حتى لا يستخدم ناو ديز از اتوكوليتك. المغنيزيوم نو مور يوزد از اتوكوليتك، هو له توكوليتك افكت nowadays ما لا يستخدم از اتوكوليتك. واضح؟ الاوتوسيبان هو ثيرد او فورث لاين، هو ويك توكوليتك، لا يستخدم، لا يستخدم. اتس ان يعني ان كومن تو بي يوزد واكسبنسيف. هو كابرجولين ما له علاقه. هاي الشرع عن التوكوليتك. مغنيزيوم، مغنيزيوم زي ما حكيت لكم لا يستخدم nowadays. مغنيزيوم لا يستخدم nowadays از اتوكوليتك، يستخدم في الماده النسائيه التوليد للبريفنشن اوف ريكرنت سيجر في سيفير بري اكلامسيا او للاكلامسيا. النيفيديبين هو الفيرست لاين اذا كان عمر الحمل اكثر من 32 ويك. في عندنا الريتودرين، الريتودرين هو سكند لاين. التيربوتالين بيتا 2 اجونست هو سكند لاين. الاندوميثاسين هو فيرست لاين اذا كان عمر الحمل اكثر من 32 ويك، وسكندين انهبيتر. وفي عندنا ان افكتيف ثيرابي، انتبهوا لهم هذول الانفكتيف ثيرابي اللي هو بيدرست ان افكتيف ثيرابي. الهايدريشن اتس ان افكتيف ثيرابي، سيتاتيفز اتس ان افكتيف ثيرابي، الانتيبيوتيك اتس ان افكتيف ثيرابي، بروجستيرون كمان هذا ان افكتيف ايش ثيرابي. ان افكتيف ايش يعني انفكتيف؟ يعني هاي الانترفينشن هذول هل بيعملوا توكوليتك افكت؟ لا
ما عملوا تيكو الإفكت. بس بالامتحان شو راح يصيروا يعملوا هدول الأشياء؟ شو راح يصيروا يعملوا؟ شو راح يصير لهم؟ راح يصير لهم إيش؟ strong توكو لتك إفكت. especially مين؟ كل especially مين؟ especially مين؟ مين الدواء اللي يمكن أنك تخربط فيه؟ مين هو الدواء اللي يمكن يجيب لك إياه بالامتحان؟ وضع الامتحان عين مين؟ عميد متقاعد. كولي مين؟ هذا بيعرف مين؟ دكتور صايب بيحكي والله يا دكتور السؤال هذا سهل يعني يا ريتي والله لو ريتنا هذا البروجستيرون راح يجيب لنا اكيد راح يجيب لنا البروجستيرون ممتاز متفقين معي البروجستيرون كثير يعني ما عمرهم جابوه بس احتمال يجيب لك اياه از ايش اوبشن للتوكوليتك افكت او التوكوليت انه بيعمل ريلاكسيشن البروجستيرون له ريلاكسيشن افكت ولكن هو ات از نوت ا توكوليتك او هو ان افكتيف توكوليتك فهي انتبهوا لهي النقطه البروجستيرون ات از ان افكتيف ثيرابي او ان افكتيف توكوليتك which of the following drug administered to the laboring woman immediately before and at the time of the delivery of preterm infant decreased the rate of cerebral palsy. سؤال هذا السؤال القديم سؤال جابوه الدورة السابقة وهي جابوه بالدورة هاي سؤال هل الطلاب بيسألون هل بيكرروا أسئلة يا بيكرروا أسئلة بيكرروا أسئلة يا بيكرروها بنص حرفي أو بيغير لك صيغة السؤال بس انتبهوا أمرات بيغير لك صيغة السؤال بيغير لك الجواب فأنت بهاي النقطة إنه ما تبلش تحفظ بالأسئلة حفظ افهم الأسئلة شو رأيكم مين من هذولا تنعطى يا بيفور أو at the time of delivery بقل نسبة السيربرال بالسي هل هو البيتاميثازون ستيرويد ولا هو المغنيسيوم سلفيت ولا هو النيفيديبين ولا هو البنسلين ولا هو الهيدروكورتيزون المغنيسيوم سلفيت مغنيسيوم إيش سلفيت ممتاز جدا مغنيسيوم إيش سلفيت هو الذي يستخدم وهذا السؤال يعني زي ما حكيت لكم هذا بيعتمد على نيو على ارتكل جزء 2016 او 2017 طلعت على الـ على الافيكاسي اوف مغنيسيوم سلفيت او الافكت اوف مالتيبل انترفينشن على البريفنشن للسيربرال بالسي وبالنهايه هاي الارتكل كانت هي عباره عن ما اظن انها ميتا اناليسس او سيستماتيك ريفيو وجدوا انه الريفيو هاي لخصوها انه حكوا انه المغنيسيوم سلفيت فور وومن ات ريسك اوف بريتر بيرث فور فيتال بيور بروتكشن كان بريفنت سيربرال بالسي المغنيسيوم سلفيت كان هو احد الاشياء اللي في عليها يعني هاي ايفيدنس هاي كواليتي اوف ايفيدنس واضح النقطه ولا لا هاي كواليتي اوف ايفيدنس انه المغنيسيوم سلفيت بيعمل نيور بروتكشن فيتال نيور بروتكشن وبيحمي او بيمنع من سيربرال بالسي في عندي اشياء هاي كواليتي اوف ايفيدنس اللي هو المغنيسيوم سلفيت اللي حكينا احنا عنه في عندي اشياء مودريت كواليتي اوف ايفيدنس في عندنا بعض الاشياء طلعت شو ماله ان افكتيف ايش انترفينشن من الاشياء ان افكتيف انترفينشن مهنيه زي ما انتم شايفين الكورتيكو ايش ستيرويد الكورتيكوستيرويد حط لك اياهم بالخيارات يس حط لك اياهم بالخيارات حط لك هيدروكورتيزون حط لك ايش بيتا ميثازون واضح النقطه ولا لا هاي انتبهوا هل الانتيبيوتيك له اي تاثير الانتيبيوتيك اي تاثير هاي كواليتي اوف ايفيدنس هو المغنيسيوم سلفيت هي الانتيبيوتيك هل له اي تاثير الانتيبيوتيك بحكي لك الانتيبيوتيك ايوه بحكي لك there was increase in cerebral palsy in children born to the mother in preterm labor with intact membrane who received prophylactic antibiotic يعني متخيلين there was increase in cerebral palsy in children اللي الامهاتهم كان عندهم preterm labor ونعطوا prophylactic antibiotic واضح النقطه ولا لا يعني there was increase cerebral palsy children who as preterm baby with suspected fetal compromise when born immediately compared to those with who birth was deferred يعني أجلت أو أخرت واضح شو الانتيبيوتيك الممكن ينعطى الانتيبيوتيك يعني الانتيبيوتيك إذا كان عندنا إحنا شو اسمه هون بنحكي عن rupture of membrane rupture of membrane غالبا أعطوا الانتيبيوتيك إذا كان والله اندوميتسين إيش هو اندوميتسين بدك تعطي انتيبيوتيك يكون سيف في البريجنانسي الانتيبيوتيك سيف في البريجنانسي يا من البنسلين جروب او من الامكسيسلين او الاندوميتسين صح
من يا من البنسلين جروب او من الكيفرسبورين جروب بدك تعطي شيء بيغطي الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. غالبا ما بعرف قد شو البروتوكول، حسب كل مستشفى لها بروتوكول خاصه فيها في الانتيبيوتيك، في جايد لاين، في لوكال جايد لاين اصلا في كل مستشفى. غالبا ال شو اسمه الاموكسيكلاف او الاوغمنتن بيعمل جود كفرج الجرام بوزيتيف جرام نيجاتيف والان ايروبيك بكتيريا. عاده ما يمكن ما يحطوا كمان شو اسمه، انا شفت بعضه اموكسيسيل. بامكانك تعطي اكيد. طيب السؤال بعدي، في عندنا 30 year old female patient with infertility. في عندنا احنا 30 year old female patient with infertility underwent ovarian stimulation with gonadotropin. واضح ovarian stimulation with gonadotropin. She present with abdominal pain, ascites and BCV 55%. Most likely cause. شو most likely cause؟ شو رأيكم؟ شو most likely cause هنا؟ لاحظوا إنه في عندي أنا ovarian stimulation في gonadotropin، صار عندها abdominal pain، صار عندها ascites. نشتبه بإيش؟ complication لل صار عندنا ovarian hyperstimulation syndrome، صار عندنا transudation للفلويد من الأوفري على الأبدومين، بصير عندنا أسايتس. هذا الإشي بيعمل أكثر واحدة بتعمل أسايتس عندنا أوفريان هايبر ستيميليشن سندروم. بالضبط هنا أنا شرح لكم عن الأوفريان هايبر ستيميليشن سندروم. أوفريان هايبر ستيميليشن سندروم في عندي أنا عدة ديجري له، في عندنا مايلد، في عندنا مودريت، في عندنا سفير، في عندنا كريتيكال. الغالب معظم الحالات هي بتكون مايلد، ولكن في عندي حالات قليلة بتكون شمالها يمكن تكون مودريت أو تكون إيش سيفير أو تكون إيش سيفير. طيب لازم تعرفوا الأوفيرين هابل سميث سندروم، سألوا عنه بالامتياز أكثر من مرة، فبتعرفوه بشكل يعني حاولوا تقرأوه، شوفوا شو الريسك فاكتر، شو المانجمنت لإله، شو المانيفستيشن لإله. طيب السؤال 11، 30 year old gravid 5 para 4 admitted in labor room with history of mild vaginal bleeding. عندنا mild vaginal ash bleeding and lower abdominal pain، يعني عندها mild vaginal bleeding وعندها lower abdominal pain. She has 32 weeks gestational age. الفيزيكال اكزام هنا انتبه انه الفيزيكال اكزامينيشن بلد بريشر 140 على 100 بلد بريشر، يعني على الهاي سايد. ابدومينال ابدومين استنس اند تندر اند هارد. فيتال هارت ريت ساوند اويدبل. انتبهوا هسه هون شو عندي انا الكومباينيشن، عندي حامل ب 32 ويكس، يعني عندنا ب اللي هو second half of pregnancy أو قبل يعني بالثيرد ترايمستر، خلينا نسميها ثيرد ترايمستر. بالثيرد ترايمستر عندنا vaginal bleeding، عندنا bleeding، وعندي إيش bleeding، وعندي abdomen عندنا الضغط عالي، بالضبط blood pressure نوعا ما عالي على الهاي سايد، وعندي أنا الابدومين تنس وتندر هارد، والفيتال هارت ريت نوت اويدبل. انتبهوا نوت اويدبل، يعني عندي فيتال ديستريس. هذا الكومبينيشن لايش؟ ابورشن بس كومبينيشن هذا للتراياد. لما يجي عندي انا فاجينال بليدنج مع هارد يوترس مع فيتال ديستريس او ان اويدبل، ابورشن بلاسنتا حكيم بالضبط، هاي بتكون ابروبت شو بلاسنتا. شو بتكون ابروبت شو بلاسنتا؟ فهذا جواب ابروبت شو بلاسنتا. لو كان نفس السؤال كان البليدنج كانت بينلس وكان الفيتال هارت ريت كان اويدبل وكان اليوتر ابدومين كان لاكس، شو بتكون؟ بلاسنتا بريفيا. تكون بلاسنتا بريفيا، ممتاز، تكون بلاسنتا ايش بريفيا. طب لو جاب لك سيناريو، جاب لك جاك الاكزامينر حكى لك انه هاي المريضه دخلت في الليبر، عملنا لها احنا ربشر اوف برين، بعد ما عملنا لها ربشر اوف برين المريضه صار عندها فاجينال بليدنج والفيتال هارت ساوند بطل يصير اويدبل، ايش هذا بتكون؟ فازا بريفيا. تكون فازا بريفيا، شو بتكون؟ فازا ايش؟ بريفيا. ممتاز. هسه شو الجواب اللي يمكن إذا جاوبوا حدا يعملوا معاه مقابلة على قناة رؤيا مع الدكتور فراس حواري؟ يورينري تراكت انفكشن. هسه متفقين معي إنه إذا حدا جاوب يورينري تراكت انفكشن شاشة الكمبيوتر بتفصل معه ولا لا؟ متفقين معي إنه شاشة الكمبيوتر بتفصل مع الطالب جاوب يورينري تراكت انفكشن؟ لأن لازم تعرفوا إنه اللي جاوب يورينري تراكت انفكشن بيعرف إنه هو بحل أسئلة نسائية بس فاتح عن مادة أو يعني مخربط مادة المدرسة النسائية، دارس إيش؟
دارس باطني وانت جاي امتحان نسائيه بكون مخربط يعني ما الموضوع ملوش علاقه لا بالنتورك فيكشنج. انتبهوا لهي النقطه. سمري اند ريكومنديشن هي بس انت ابروش شرح لك عن الايتيولوجي عن الميجر ريسك فاكتور عن السيمتوم موست كومن كوز اوف ابروش بس انت ايش هو اللي هو هايبرتنشن او بري اكلامسيا كيف نشخصها شو اللابوراتوري فايندينج وشو المانجمنت او شو المانجمنت بشكل عام للانتي بارتنج. اكسو اي نيجي للبعديها وات از ذا ايرليست جستيشنال ايج ات ويتش امنيوسنتيزس كان بي بيرفورم 15 ويك بالضبط هذا هو الايرليست تايم بامكاننا نعمل عن طريق الايش الامنيوسنتيزس. طيب CVS هذا بيعرف متى؟ أتوقع العشرين ويك حكيم. CVS العشرين ويك CVS نعملها متأخر بعد الأمنيوسنتيزس يعني الأمنيوسنتيزس أحسن من CVS. CVS بالعكس أبدر إيرلي. ممتاز أبدر هي تنعمل على 11 ويك 10 to 11 ويك بإمكاننا نعمل CVS. الامنيوسنتيزس على 15 ويك انتبهوا لهي النقطه جابوهم اكثر من تعني. هاي الصوره لايش لنيدل داخله بالامنيوتيك فلويد ناخذ عينه هاي عباره عن التراساوند جايدد امنيوسنتيزس. طلع امنيوسنتيزس شود بي بيرفورمد افتر 15 ويك مش قبل ال 15 ويك واضح. هل الامنيوسنتيزس اتس ان انديكيشن فور انتيبيوتيك بروفيلاكسس؟ سؤال هذا اجى بامتياز مره او اكثر من مره مش مره. عيد السؤال حكيم. هل الامنيوسنتيزس its indication for antibiotic prophylaxis إذا المريضة عملت لا الجواب لا it is an indication. في الامتحان يجب لك إنها indication واضح. We suggest not using antibiotic prophylaxis for amniocentesis واضح. هاي هال grade 2C evidence ماشي. طيب هل الامنيوسنتيزس indication للأنتي دي؟ دكتور صهيب شو رأيك دكتور صهيب باقي الدكاترة هل الامنيوسنتيزس It's an indication for anti-D إذا كانت الأم RH negative. الجواب yes. الجواب إيش yes. إحنا ما منع الأنتيبيوتيك لا ينصح ما منعت الأنتيبيوتيك لأنها مش indication أنتيبيوتيك ولكن منعت الأنتي-D إذا كانت RH negative blood. ممتاز. بالنسبة للCVS هاي صورة CVS. CVS طلع بتنعمل 10-13 ويك بين 10-13 ويك يعني الأيرليست تايم هو على 10 ويك. أيرليست تايم على الإيش 10 ويك هذا الايرليست تايم. يجي السؤال البعدي 32 year old lady in her second pregnancy presented to emergency room at 28 week gestation نهاية second بداية الثير تريمستر complaining of vaginal bleeding. هنا بنحكي عن ايش مرة اخرى عن ركز على نفس الموضوع هو على الانتي بارتم هيموريج صح. The bleeding was bright red and painless. Bright red and painless. What's the most important step to diagnose the cause of complete bleeding? Blood count. To do complete blood count, ولا to do ultrasound examination, ولا to do speculum examination, ولا to do bare vaginal examination, ولا to do non-stress test. شو رأيكم؟ What is the most common causes of anti-partum hemorrhage? بس اذا عملنا احنا كومبليت بلاد كاونت بامكاننا نشخص شو سبب البليدنج شو اسباب الانتي بارتم هيموريج. في عندي انا فيزيولوجيكال كوز وفي عندي ايش باثولوجيكال كوز صح. الفيزيولوجيكال كوز حكينا اسمه فاجينال ايش شو. باثولوجيكال كوز شو كانوا في عندنا ابراب شو بلاتسنتا موست كومن كوز في عندي انا بلاتسنتا بريفيا في عندنا فازا بريفيا. سالني بحكي لك which of the following most important step to diagnose the most likely cause of bleeding. شو رايكم إذا عملت سي بي سي بعرف إنها بلاتسنتا بريفيا. إذا عملت سي بي سي بعرف إنها بلاتسنتا بريفيا. إذا عملت سي بي سي بعرف إنها إنها فازا بريفيا. ولا إذا عملت سي بي سي بعرف إنها أبروبش بلاتسنتا. ما بعرف ولا أي معلومة. ألترا ساوند هل بيحدد لي هل هي أبروبش بلاتسنتا؟ ألترا ساوند ما بيحدد لي إنها بلاتسنتا بريفيا. بحدد يا حكيم بلا العلاج لازم هو الجولد ستاندر فور ديجنوز بلاسنتا بريفيا از الترا ساوند. الابروبشن بلاسنتا كان بي ديجنو او الابروبشن بلاسنتا كان بي سسبكتد باي الترا ساوند. كمان الجواب يس ات كان بي سسبكتد. ما بنقدر نعملها تشخيص 100% ولكن كنا نشتبه فيها اذا لقينا شيء اسمه اللي هو ريترو بلاسنتال هيموريج او ريترو بلاسنتال كلوت.
الفازا بريفيا كيف نشخصها او شو الجولدن ستاندرد لتشخيص الفازا بريفيا؟ كمان احد طرق تشخيصها عن طريق الالترا ساوند، فلذلك جواب هنا ايش؟ الترا ساوند. واضح النقطه ولا لا؟ بس ما هو الجواب اللي الفخ اللي حط لك اياه بالخيارات اللي يمكن طلاب كثير يقعوا فيه دكتور؟ نعمل فاجينال ايش اكزامينيشن. لذلك شو الجواب راح يكون شائع قاعة الامتحان؟ راح بعض الطلاب يعتمدوا على القدره السماعيه في جواب الاسئله، بيجاوبوا انه ايش، انه ان نعمل سبيكولم اكزام ونعمل فاجينال اكزام اللي هو نعمل سي او دي. غلط، هذول الشغلتين شو مالهم؟ ممنوع نعملهم الا بعد الا بعد الايش، بعد ال الترا ساوند. ليش نعمل حالة الساوند؟ to rule out إيش؟ placenta previa. to rule out placenta previa. طب إحنا ليش ما بنعمل vaginal exam إلا لما to rule out placenta previa؟ ليش؟ ليش we have to rule out placenta previa؟ ما في زيادة breathing. ممتاز. إنه ال أنتوا عارفين أكيد شو يعني placenta previa. بس انت بريفيا عارفين انه في عندي انا يوترس، يعني يوترس والبلاسنتا وين موجوده؟ البلاسنتا بريفيا موجوده هون، صح؟ تفقين معي ولا لا؟ اكيد تعرفوا هاي المعلومه. هسه اذا انت عملنا بي في اكزامينيشن، احتمال لما نعمل بي في اكزامينيشن احتمال وي ار اندوسينج ايش، المريضة عندها بلاسنتا بريفيا والبلاسنتا بريفيا عملية لها بليدنج، احتمال إذا عملنا بي في إكزام إذا كان عندها مايلد سيرفايكل دايلاتيشن وعملنا بي في إكزام، احتمال في البي في إكزام شو نعمل؟ وي آر إنديوسينج إيش؟ بلاسنتال سيباريشن. وي آر إنديوسينج بلاسنتا سيباريشن. إذا عملنا إحنا بلاسنتا سيباريشن يعني المريضة هي عندها بلاسنتا بريفيا وعندها نزيف، وأنت لما تعملها بلاسنتا سيباريشن شو بتدخلها بإيش؟ تدخلها بإيش؟ شو المصطلح؟ بلاسنتا سيباريشن شو هذا؟ شو المرأة؟ شو هذا الباثولوجي هاي اسمها؟ بريماتشور بلاسنتا سيباريشن. بتدخلها بأبربشو بلاسنتا. فهيك المريضة بتدخل بأنو حلقة؟ بأنو حلقة من الحلقات؟ تدخل في الحلقة الأخيرة. الحلقة الأخيرة. ليش تدخل الحلقة الأخيرة؟ لأنه قديش البلود فلو لليوترس؟ حدا بيعرف قديش البلود فلو لليوترس بير مينت؟ بلود فلو اوف ذا يوترس بير مينت. بلود فلو اوف ذا يوترس بير مينت عند التيرم برجننسي 700 إلى 900 ml بير مينت. 700 إلى 900، 700 إلى 900 ml بير مينت. يعني إذا النزيف استمر، النزيف استمر إلى 5 دقائق، شو رأيكو؟ شو most common cause of maternal death عنا بالأردن and worldwide حول العالم؟ ما هو أكثر سبب لوفاة الأمهات؟ why؟ السبب هو bleeding بالضبط، اللي هو antepartum and postpartum. postpartum which هو the more common، ولكن bleeding هو the most common cause، هو number one cause of death of maternal death. فانتبهوا لهاي النقطة. bleeding after 20 week gestational differential اللي حكينا في عنا physiological bloody show pre-labor هذا most common cause وهو normal physiological. placenta previa 20% placenta لوربشو 30% ترون ربتشر هذا إشي rare and vasa previa كمان هذا إشي uncommon هو rare. طيب ال evaluation كيف نعمل إحنا evaluation؟ بحكي لك in contrast to bleeding in the first half of pregnancy digital examination of the cervix should be avoided إلا بقى هي digital examination of placenta previa can cause immediate and severe hemorrhage. immediate and severe hemorrhage. ذلك مهم جدا، لازم إن ننتبه إن ما نعملها. طيب هاي المانجمنت اللي بنعمله، هذا الجايد لاين للإيفالويشن اوف ليت بريجننسي بليدنج. بدكم تعرفوا شو هذا. بحكي لك إيفالويشن اوف hemodynamically stable pregnant presented with antepartum hemorrhage normal fetal heart rate والأم stable، لازم تكون stable. نعمل الترا ساوند، نعمل ايش؟ الترا ساوند اكزامينيشن تو رول اوت بلاسنتا بريفيا. واضح؟ اذا كانت في بلاسنتا بريفيا بنروح للالجلفنت بلاسنتا بريفيا، اذا ما في بلاسنتا بريفيا بعدين ايش؟ نعمل سبيكولم اكزام، نعمل بي في فاجينال اكزام ونشوف الافيسمنت ونشوف هذا. هسه اذا كان والله في عندي انا از ذا بيشنت هافينج كونتراكشن ولا لا، اذا عنده كونتراكشن بنروح للمانجمنت اوف ليبر، اذا ما في كونتراكشن
بنروح احتمال يكون عنده سيرفايكال انسبشنسي. والله اذا ما في does speak on exam, اذا في الاكزامينيشن does speak on exam show, اذا ما في سيرفايكال dilatation بنشوف هل في اي علامات لللور جينيتال تراكت بليدنج. يمكن يكون في عندي ليجن سيرفايكال ليجن زي الاكتروبيون او بوليبس عامل هي البليدنج. واذا كان لا احتمال يكون عندي element of abruptio placenta, احتمال يكون عندي element of abruptio placenta. طيب لازم تعرف bloody show, placenta previa, abruptio placenta لازم تعرفها. طيب cervical smear, سؤال عن cervical smear. cervical smear هذا اسمه pap smear, يسموه pap smear أو pap nicolai smear, تعرفوا أكيد. هذا screens for cervical cancer, هل هاي صح ولا لا؟ صح بالضبط. هو البست تيست فور سكرينينج اوف سيرفايكال كانسر هو سيرفايكال سمير. ممتاز. هو اسمه سيرفايكال سمير بيعمل سكرينينج للسيرفايكال كانسر. ممتاز. فيكست باي 70% الكحول سوليوشن. غلط. هاي بالضبط. لما ناخذ احنا عين السيرفايكال سمير في البرش في الفرشاي تبع السيرفايكال سمير لازم نحطها بمحلول. محلول هذا هل هو 70% الكحول؟ دورت انا عليه هو مش 70% الكحول. بحكي لك المادة لازم تكون هيها, بحكي لك smear must be fixed immediately before they dry. 95% solution of ethyl alcohol or spray fixative is used to fix the slide. لذلك النسبة هاي نسبة إيش؟ خطأ. طيب has a false positive rate of 50%. في احتمالية إنها تطلع نتيجة إيجابية كاذبة. شو يعني إيجابية كاذبة؟ يعني تطلع نتيجة التست positive إنه في عندي أنا abnormal cell, عندي abnormal cell بالعنق الرحم, و يعني التست يطلع بوزيتيف التقرير, وفعليا المريضة ما يكون عندها يعني المريضة بتكون سليمة ما فيها إشي, هذا بسموه false positive. نسبة 50% هاي النسبة, شو رأيكم حدا كانوا يعلق عليها؟ 50% هاي النسبة غلط. نسبة الفولس بوزيتيف في الباب سمير قديش بتكون؟ النسبة تقريبا الفولس بوزيتيف من 1 إلى 10%. واضح؟ بحكي لك depending upon which study is read the incidence of false positive is variously reported between 1 to 10%. هذا الفولس بوزيتيف. الفولس نيجاتيف يمكن توصل up to 45%. الفولس نيجاتيف يمكن توصل up to 45%. فلذلك الجملة هاي جملة غلط. بحكي لك if borderline should be repeated after 1 year. إذا كانت borderline نستنى لسنة, هل منطقي أن نستنى لسنة؟ لا غلط, مش سنة, هي إيش 6 months, يعني 3 to 6 months, لازم بعد 3 إلى 6 أشهر نعيدها, مش إذا مش 1 year. 1 year لا. أو لو ضبط طبعا غلط. جواب هنا هي screen for cervical cancer. لازم تعرفوا الباب سمير وفحوصاته, تعرفوا البثيسدا classification of cytology and histology of باب سمير test, لازم تعرفوهم يعني, هذولا بيسألوا عنهم وسألوا عنهم كثير في الامتحانات. One of the following drug are teratogenic in human. مين من هذول teratogenic in human؟ teratogenic, teratogenic يعني بيعمل تشوهات إذا انعطى في فترة الامبريوجينيزس. شو رأيكم؟ المترونيدازول أنتيبيوتيك ولا الميتوكلوبروميد ولا الفالبروك أسيد ولا السيفوتاكسيم ولا الميثايل دوبا؟ شو رأيكم؟ جواب شو هو؟ فالبروك أسيد. فالبروك أسيد إيش هذا؟ اللي هو أنتي إبليبتيك دراج. الأنتي إبليبتيك دراج لاحظوا إيش؟ الفالبروك أسيد هو أسوأ واحد, لأنه كل ما انتقلنا هنا من الشمال لليمين الانكريز ريسك أوف تيراتوجينيك إفكت, تيراتوجينيك ريسك بيزيد. فالبروك أسيد هو أعلى واحد, أقل منه بشوية الفينيتوين والفينوباربيتال والتوبراميت, أقل منهم بشوية كربامزيبين and الزوناسامايد والأكسا كربازيبين. أقل واحد هم هذول الاثنين, اللاموتروجين والليفاتيراسيتام. لذلك إذا مريضة عندها إبليبسيا وحملت, شو البست مانجمنت للأنتي إبليبتيك ميديكيشن اللي ماشي عليهم؟ احتمال تكون ماشي على 1 drug أو 2 drugs أو 3 drugs بعض الأحيان. دكتور عامر بحكي لاموتروجين, في عندك خيار آخر غير اللاموتروجين دكتور عامر؟ الميثيل دوبا بيعمل بس نسبته 1%, هيك أنا قرأتها بكتاب الأطفال.
المثيل دوبا بيعمل بس بنسبة 1% تشوهات، يعني من كل 100 طفل طفل واحد. هو المثال دوبا بس هو جواب فالبروك أسد. الفالبروك أسد أنا بعمل تشوهات بشكل كبير يعني بنسبة 90% تقريبا. بالضبط، نسبة عالية جدا، ممتاز. السؤال لإلكو، إذا كانت وحدة ماشية على أنتي إبليبتك دراج لأنه عندها إبليبسيا، شو البست مانجمنت لها أثناء الحمل؟ لازم نعطيها إيش؟ High dose of folic acid. ممتاز. We have to review her anti-epileptic medication. لما نعملها review للanti-epileptic medication لازم we have to switch her. إذا كانت على مثلا على 3 drugs حاول قدر الإمكان خلي الأدوية عددهم إيش أقل، يا monotherapy أو إذا كانت ما بتقدر monotherapy يفضل إنها تكون monotherapy دواء واحد. شو الأدوية البست drug بإمكانك you have to choose من أدوية الanti-epileptic للمرأة الحامل وعندها إبليبسي؟ لك تختار إيش؟ يا بتختار لاموتريجين أو بتختار إيش؟ ليفا تيراسيتام. يا اللاموتريجين أو الليفا تيراسيتام. اللاموتريجين هو أكثر واحد عليه يعني شوية ريكومنديشن أحسن، وذلك في هاي انتبهوا لإلها. بحكي لك عند most هذا ما بيعني إن اللاموتريجين والليفا تيراسيتام ما إلهم تيراتوجينيك إفكت، لا استل إلهم، ولكن هم الأقل، هم اللي أست، هم الايش اللي است. والفالبروك اسد لاحظوا هو شماله الاعلى، لانه كل ما انتقلنا احنا من هنا الى هنا التراجينيك افكت بيزيد. واضح النقطه؟ فهاي انتبهوا لها بخصوص هاي الفالبرويت والشرع عن الفالبرويت. برفع الريسك، هي طلعوه 10 تو 20 فولد برفع الريسك مقارنه مع الجنرال بوبوليشن الفيميل الماشين على الفالبرويت 10 اضعاف الى 20 ضعف. سؤال بعدي، سؤال 16.